الواحد الله يحسن الاعوان هي ما كدارش، ولكن الواحد الله يحسن الاعوان بحال اللي كنقولوا القطه راه كتعد ولادها بسنانها، ولكن الله يحسن الاعوان كل واحد وظروفه. حتى الا ما تاتش الظروف نحاولوا غير نوعيوهم بان يعني كاين مسائل التوعيه بانه ما يولدوش، حتى الا ما قدوش كاين خيريات كاين مراكز كاين بزاف ديال المسائل. المهم نحاولوا نحدوا باش ما يكونش هادشي في المستقبل، واللي كاين دابا اللي ديجا موجود وداك الشيء نحاولوا يعني نلقاو لهم شي مخرج لهاد المأزق اللي هما فيهم.